عقدت وزيرة التعاون الدولي اجتماعا افتراضيا مع رشادة نبعيفة وزير النقل والتنمية الرقمية الأذري، وبحث الجانبان ترتيبات انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني. ورأس الوزيران اجتماعات للجنة تم الاتفاق مع الجانب الأذري على عقدها بالقاهرة خلال الربع الأخير من العام الحالي لمتابعة تنفيذ توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات. وقعت مصر وجاميبيا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية. تهدف هذه المذكرة للتعاون في مجالات الإدارة المتكاملة للمياه وإدارة الأنهار المشتركة والتحلية وحصاد مياه الأمطار والتنبؤ والإنذار المبكر ومكافحة التصحر والتعاون العلمي والتدريب. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط، وقد أشارت تطمينات من السعودية وروسيا العضوين في أوبك بلس إلى الاستعداد لوقف زيادات إنتاج النفط والغاز أو إلغائها، لكن أسعار الخام لا تزال تتجه نحو تكبد خسائر للأسبوع الثالث على التوالي بسبب مخاوف تتعلق بالطلب. هبطت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 13% لتصل إلى 79 دولار و77 سنتا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1% ليصل إلى 75 دولار و56 سنتا للبرميل. كذلك هبط أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.3% لتصل إلى 2.35 دولار للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.99% لتسجل 2.79 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت بورصة الإمارات على ارتفاع بفضل صعود أسعار النفط بعد أن أبدت السعودية وروسيا استعدادهما لوقف زيادة في إنتاج النفط مؤقتا أو إلغائها. صعد مؤشر أبو ظبي بنسبة 2%، كما ارتفع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 1% لينهي سلسلة خسائر استمرت لثلاث جلسات. أما في وول ستريت فتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال التعاملات بعد أن أظهرت بيانات تسارع نمو الوظائف بشكل أكبر بكثير من المتوقع في مايو، مما يؤثر على توقعات المستثمرين بشأن بدء تخفيضات لأسعار الفائدة في سبتمبر. هبط المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%، كما انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز ب 0.17%. تراجع المؤشر ناسداك المجمع ب 0.29%. أظهرت بيانات رسمية أن واردات الصين من النفط الخام انخفضت بنسبة 8.7% في مايو مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب ضعف أرباح التكرير. كشفت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن واردات أكبر مشتري للنفط الخام في العالم بلغت الشهر الماضي 46.97 مليون طن أو نحو 11.6 مليون برميل يومياً. أظهر تقرير جديد أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لأكتاد ارتفاعا غير مسبوق في الدين العام عالميا، وصل إلى 97 تريليون دولار في عام 2023 بزيادة قدرت ب 5.6 تريليون دولار عن العام السابق عليه. التقرير الجديد والذي حمل عنوان عالم الديون 2024 عبء متزايد على الرخاء العالمي، يدق ناقوس الخطر بشأن أعباء الديون متصاعدة على الرخاء العالمي، يشمل كلا من الاقتراض الحكومي العام المحلي والخارجي. ذكر الأونكتادا أن الدول النامية دفعت 847 مليار دولار من الفوائد الصافية في عام 2023 بزيادة 26% عن عام 2021.
وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المولى الأعمال. في نشرة السادسة نعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع إلهام نمر وسحر ناجي. شكرا لك مصطفى نزار على هذا العرض.